ديروا الاراده تاعكم باش توصلوا للقمه. ولو وصل الى القمه مش صعبه، حاجه سهله، كدير الاراده تاعك والاشتياق تاعك توصل بيان سير. مرحبا، واضح معكم ديزاينو الحلاق الجزائري. كانت البداية تاعي صعبة جد جد صعبة وقاسية، حاجة مش نورمال. شهر تعلم، قريب عام باش حكمت الكرسي. كانت 5000 فرنك ما عنديش في الجيب، نروح في البيس 5000، 2500، 2500 الي روتور، ما عنديش حق الحليب. الحمد لله يا ربي اللي عطاني. شوية بشوية بشوية حليت باجا في الفيسبوك وبديت نخدم بها بشوية بشوية، تشهرت شوية، ومن بعد ولات عندي انستغرام، زدت شهرتني شوية مع لي زارتيست وكذا. ومن بعد كي حليت تيك توك طربت الشهرة الحمد لله. المواد الغذائية في الشعر هو حاجة للترفيه باش نضحكو برك ونكسرو مع احبابنا. لقيت بزاف انتقادات في الميدان هذا تاعي، وشي حاجة مليحة، هذيك هي الحاجة اللي تهزك وديك هي الحاجة اللي تبين، الحمد لله. لقيت بزاف تشجيعات من الفنانين، من حبابي، من صحابي، من لافامي وكذا، قال لك كمل ما تديرش على الناس. بعد 10 سنين ان شاء الله راح تشوفوا تطورات جد قوية وجد واسعة وجد باهرة. سر الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي هي إرادة، وتعرف كيفاش تفنن، وتعرف كيفاش تقدم الخدمة تاعك باش تعجب الناس. وعليكم ميرسي، واصبروا.